محمد. هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها برة بنت الحارث بن حزن، وأمها هند التي زوجت ابنتها زينب بنت خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم زفت الثانية بعد وفاة أختها، فصاهرت النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيها. ولقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بدل برة، لأنه تزوجها بمناسبة ميمونة، وهي دخوله مكة المكرمة حاجا مع صحبه آمنين لأول مرة منذ 7 سنين. وميمونة من فواضل نساء عصرها، كانت متزوجة في الجاهلية بمسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس فتوفي عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجه إياها العباس بن عبد المطلب لأنه كان يلي أمرها، وذلك بسرف على مهر 500 درهم. قال ابن شهاب: هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صدق الله العظيم. قال السهيلي: لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير، رمت بنفسها من على البعير وقالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قد بلغت 26 من العمر، ودخلت منزل النبي صلى الله عليه وسلم لتخلف أختها زينب التي توفيت بعد زواجها بعدة أشهر. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين 13 حديثا. توفيت بعد أن بلغت من العمر 81 سنة، ودفنت كما أوصت بسرف في المكان الذي تزوجت به. وذكرتها عائشة أم المؤمنين فقالت: أما أنها كانت والله من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. محمد. في قرية حفن من كورة أنصنة الواقعة في صعيد مصر وعلى الضفة الشرقية للنيل، ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم رومية، وأمضت شبابها في قريتها، ثم انتقلت مع أختها سيرين إلى قصر المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية. ولما وفد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس، رد على الكتاب ردا جميلا معتذرا، وأرسل ببعض الهدايا وجاريتين مع عبد خصي، وأوصى بهما خيرا. كانت مارية وأختها سيرين قد سمعتا بنبي عربي يخرج في جزيرة العرب، وقد شرح لهما حاطب في الطريق الإسلام وسماحته وأخلاق نبيه فأسلمتا. ولما بلغ الركب المدينة 7 للهجرة، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، تلقى كتاب المقوقس وهداياه، فأعجبته مارية فاكتفى بها، ووهب أختها سيرين شاعره حسان بن ثابت فتزوجها وولدت له عبد الرحمن. وأما مارية فلم ينزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في منازله، وإنما أنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان الأنصاري، وكانت جميلة حلوة الملامح جعدة الشعر، أثارت اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحديثها العذب،
فكان يتردد عليها كثيرا ويقضي أوقات فراغه عندها. وفي رواية للواقدي بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بماريه القبطيه، وكانت بيضاء جعده جميله، فانزلها واختها على ام سليم بنت ملحان، فدخل عليهما فعرض عليهما الاسلام فاسلمتا وحولها الى مال له بالعاليه. مضى عام واكثر على ماريه وهي سعيده بحظوتها لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وطاب لها المقام، وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب شأن أمهات المؤمنين، وأحست ببوادر الحمل في عامها الثاني، وأخبرت أختها سيرين، وعندما تيقنت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث، فرفع رأسه إلى السماء شاكرا. وسر الخبر في أرجاء المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مولودا من ماريا، ودبت الغيرة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف عليها ونقلها إلى ضواحي المدينة للراحة والسلامة والعناية بصحة جنينها. وفي ليلة من ليالي شهر ذي الحجة وفي السنة الثامنة للهجرة، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى قابلتها سلمى أم رافع، وانتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو، وجاءته أم رافع بالبشرى، فأكرمها كل الإكرام، وخف إلى مارية فهنأها بولدها الذي اعتقها من الرق، وحمل وليده وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء إبراهيم، وتصدق على مساكين المدينة، وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، وحمله ذات يوم لعائشة التي كادت تبكي، فرث لها وانصرف. ولم تطل سعادة مارية، فمرض إبراهيم ولما يبلغ العامين من عمره، ثم قضى، ونبي صلى الله عليه وسلم محزون القلب ضائع الحيلة، لا يملك إلا أن يقول: إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال وهو يقبله والدمع يفيض من عينيه: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. ونظر إلى مارية في عطف ورثاء، وقال مواسيا: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وأقبل الفضل بن العباس فغسله، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى البقيع فأضجعه في قبره بيده، وسوى عليه التراب ونداه بالماء. وانكسفت الشمس، فقال الناس: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف، وخطبهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. عاشت مارية بعدها معتكفة في بيتها، لا تخرج إلا باكية إلى البقيع لزيارة ولدها،
وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عاشت ماريا 5 سنوات، كان أبو بكر ينفق عليها، ثم توفيت في عهد عمر، وصلى عليها بعد أن جمع الناس ودفنت بالبقيع. بعد غزو بني قريظة عاد المسلمون بالغنائم والسبايا، وبينهن حسناء بني قريظة ذات الجمال والأدب، ريحانة بنت زيد. وحين عرض عليها الإسلام أبت إلا اليهودية، فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فعزلت، ودخل عليها بعد فترة قائلا لها: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه. فقالت: إني أختار الله ورسوله. فلما أسلمت اعتقها وتزوجها وأصدقها 12 أوقية، وتزوجها في بيت المنذر بن قيس، وكان يقسم لها كما يقسم لنسائه، وضرب عليها الحجاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بها، وكانت لا تسأله إلا أعطاها. ولما ضرب عليها الحجاب غارت عليه غيرة شديدة، فطلقها تطليقة وهي في موضعها لم تبرح، فشق عليها وأكثرت من البكاء. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم ورآها على تلك الحال فراجعها. اختلف الرواة في أمر ريحانة، فمنهم من وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، ومنهم من رأى أنه عرض عليها الزواج والحجاب فقالت: بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها ولم يدخل عليها. توفيت ريحانة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ودفنت بالبقيع إلى جانب نسائه. ولدت السيدة زينب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنوات من أمها خديجة، وعاشت المراحل الأولى لبعثة أبيها النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلعت إليها عيون الهاشميين، وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا، ولكن خالتها هالة بنت خويلد كانت أسبق الناس إليها فخطبتها لابنها لأبي العاص بن الربيع، وكان تاجرا أمينا يثق به الناس، وهو من سرات القوم وأثريائهم. وزفت زينب إلى ابن خالتها قبل نزول الوحي على أبيها، وعاشت مع زوجها في وئام وحب واطمئنان. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت برسالته ودخلت في دين الإسلام. وأعرض أبو العاص بن الربيع زوج زينب ونأى جانبا وبقي على شركه ودين آبائه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل إلى أخواتها فلحقن به، وبقيت زينب مع زوجها في مكة تعاني الوحدة والفراغ والفراق. وفي غزوة بدر خرج زوجها مع قريش مقاتلا فوقع في الأسر، ولما بعث أهل مكة في فداء أسرهم بعثت زينب المال لفداء زوجها أبي العاص، وتنافس أهل مكة في إرسال المال الكثير وأثمن ما لديهم لفداء أسراهم، وكان ذلك بمثابة مكانة للأسير. كما أرسلت زينب مع المال بعض الجواهر وقلادة كانت أمها قد أهدتها إياها يوم زفافها، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر زوجته الوفية خديجة ورق لها رقة شديدة
وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا من أبي العاص أن يخلي سبيل زينب ويرسلها إليه. وكان أبو العاص شهما رجلا أمينا وفيا، فوافق بالرغم من حبه لها. لما خرج أبو العاص إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها. فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر. وأمر أبو العاص زينب باللحوق بأبيها، فإن الإسلام قد فرق بينهما. فخرجت تجهز، ولقيتها هند بنت عتبة فقالت: أي ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت زينب: ما أردت ذلك. فقالت هند: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تطنئي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قال زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. وقدم لزينب حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا، فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. ورأت قريش أن تردها وتمنعها من اللحاق بأبيها كيدا وظلما، فأدركها رجالها بذي طوى، وروعها حبار بن الأسود بالرمح وهي في هودجها، وكذلك نافع بن القيس الفهري. وكانت زينب حاملا فطرحت ما في بطنها ونزفت، وبرك حموها ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتراجعوا عنه، وأتاه أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية من بين أظهرنا، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات. وتحدث ناس أن قد رددناها، فسلها سرا فألحقها بأبيها. وكبر ذلك على كنانة أن يردها ويعود فيتسلل بها سرا، بعد أن يذاع في الناس أن قد ردتها قريش، لولا أن سمع توجعها، وراعه أن رآها تنزف دما وقد طرحت جنينها على أديم الصحراء. وعاد بها إلى مكة، وبقي أبو العاص إلى جانبها يرعاها. فلما تمالكت بعض قواها خرج بها كنانة فأسلمها لزيد بن حارثة. وكانت هند بنت عتبة قد عيرت وسخرت من فرسان قريش، إذ قالت لهم: أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر؟ أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ أقام
أقامت زينب بالمدينة المنورة وأبو العاص بمكة بعد أن فرق الإسلام بينهما. وخرج أبو العاص قبيل فتح مكة تاجرا إلى الشام في قافلة لقريش، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلة لقيته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأفلت منهم. فلما قدمت السرية بما أصابوا من القافلة تسلل أبو العاص تحت جنح الظلام حتى دخل على زينب فاستجار بها فأجارته في طلب ماله. ولما كان الصبح وأذن المؤذن كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الناس، صرخت زينب بصوت عال من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم أنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته، وعندها ابن خالتها، فقالت لأبيها ضارعة: يا رسول الله، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفقة وعطف، ثم قال لها: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. وفي الصباح بعث إلى أبي العاص من يصحبه إلى المسجد، وهو في جمع من الصحابة بينهم رجال السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، وقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. أجابوا وهم راضون: بل نرده عليه يا رسول الله. وعاد أبو العاص إلى مكة بعد أن ودع زينب، وفرحت قريش بأموالها المثمرة التي لم تمس، وأدى إلى كل ذي مال ماله، ثم وقف وصاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قالوا: لا، فقد كنت الوفي الكريم. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. رجع أبو العاص بن الربيع إلى المدينة المنورة مسلما، وتوجه فور مقدمه إلى المسجد النبوي، وهلل المسلمون وكبروا، وهو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه في المحرم من السنة السابعة للهجرة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه زينب فردها، واجتمع الزوجان الحبيبان بعد فراق. كان أبو العاص يحب زوجته زينب ويذكرها في كل حين، وفي بعض أسفاره إلى الشام قال: ذكرت زينب لما ركبت رما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. إلا أن القدر لم يمهل زينب، فتوفيت بعد سنة في السنة الثامنة للهجرة، وتركت وراءها عليا وأمامة، ولديها يأنس بهما أبوهما
ويذكر فيهما زينب الحبيبة. وفي الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب أمامة بعد أن حزن على ابنته زينب ويرى فيها صورتها، فكان يحملها على عاتقه ويصلي بها، فإذا سجد وضعها حتى يقضي صلاته ثم يعود فيحملها. وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها. وفقد أبو العاص ابنه عليا وهو صغير، وقبل أن يلحق بأحبابه أيام أبي بكر في السنة 12 للهجرة، أوصى بابنته أمامة إلى الزبير ابن خاله، فزوجها الزبير علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة.